التحية، وها هي الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوطنا السابع، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه سابع أشواط هذا الصباح المميز. شوطنا السابع الخاص بالإذاعة القعدان المحليات الأصايل هنا أيضا لأبناء القبائل في هذا الانطلاق الصباحي الجميل. نسير معكم بالانطلاق وبالتحدي وبالإثارة، وهنا يأتي سراب على الصدارة وعلى المركز الأول سيد عبد الله بن سالم المسافري، من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول. مياس في المركز الثاني لسيد حمد بن سلطان بن سيد بن درويش المنصوري، وعلى المركز الثالث يتواجد شاهين لحميد بن علي بن سعود لوهيبي، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع يتواجد هملول لسالم بن علي بن راشد الغيلاني، وهنا الوصول من الرصاص، رصاص لسيد محفوظ بن خميس اللي ينيبي، من يأتينا بهذه الانطلاقة على المركز الخامس. وفي المركز السادس سادس المراكز سراب لمهير بن سالم بن مسحار لقتبي، من ينطلق سادسا. وفي المركز السابع شاهين سالم بن مبارك بن راشد الخاطري، من يأتينا على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن هنا يأتينا ناشب الحمد بن محمد بن حميد المالكي، وفي المركز التاسع يأتي سلالة شاهين. المركز الرابع يأتي الغزال لعبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، وهنا النوط لعبد الله بن حميد بن كعيب الفلاسي، ووصول أيضا من حشيم سالم بن سعيد بن يريو المنصوري. ولكن بنعود هناك، بنتابع الصدارة، بنتابع المقدمة، بنتابع المركز الأول هناك. ومياس من يسيطر على الصدارة، يسيطر على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الحمد بن سيف بن سلطان بن درويش المنصوري على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني أرى شاهين على ثاني المراكز هنا لسعيد بن سيف بن سالم النيادي، من يأتينا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث يتواجد هنا حشيم سالم بن سعيد بن ريو المنصوري، واللحظات الأخيرة. ولكن هنا الصراع، هنا التحدي، شاهين ومياس، مياس وشاهين. ولكن أرى هنا الصدارة، هنا المقدمة والتسلل لشاهين على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. شاهين من انطلق بالفوز وانطلق بالناموس، تهانينا لسعيد بن سيف بن سالم النيادي على هذا الفوز الجميل. وسعدتم صباحا يا أهالي مدينة العين كما اعتدنا دائما من هذا الشعار. من يحمل هذه السلالة المتميزة، سلالة شاهين، تهانينا لسعيد بن سيف بن سالم النيادي على هذا الفوز الجميل لشاهين ولحظة وصوله إلى خط النهاية. معلن الفوز ومعلن الناموس المركز الثاني، وصل مياس في المركز الثاني لسيد حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري، بينما المركز الثالث وصل حشيم هنا لسالم بن سعيد بن ريو المنصوري. المركز الرابع اتانا النوط لعبد الله بن حميد بن كعيب الفلاسي والغزال. في المركز الخامس للسيد عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني. هذه هي المراكز الخمسة الاولى، ونعود الى التوقيت الزمني 9:40 سبعا من الأجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي سجله شاهين. تهانينا لسعيد بن سيف بن سالم النيادي، بينما المركز الثاني وقدم عرض يشكر عليه مياس لسيد حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري. 9:44 خمسة من الأجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان من نصيب حشيم للسيد سالم بن سعيد بن ريو المنصوري بسبع دقائق 9:47 ثمانية من الأجزاء من الثانية. الانطلاقات تتجدد مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وشوطنا الثامن من انطلق في هذه اللحظات، الشوط الثامن الخاص هنا ايضا بالقعدان المهجنات الاصايل لابناء القبائل على ارضية هذا